أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كنت مسافرا وكان الماء وافرا عندي والقرى قريبة، فهل يجوز أن أتيمم؟ وما الحكم في من فعل ذلك بحكم أنه لا يعرف ماذا يحصل عليه في المستقبل؟ إذا كان الماء لا يرتفع لحاجته وللطهارة فإنه يلقي الماء لحاجته ويتيمم بالتراب. أما إذا كان الماء متوفرا معه يكفي لحاجته ويكفي للطهارة فلا يكفي للتيمم. أو كان عنده ماء قريب، عنده ماء قريب يستطيع الذهاب إليه فلا يجوز له التيمم. نعم، الله جل وعلا يقول: فلم تجد ماء كثيرا. فلم تجد ماء، إذا وجد الماء سواء كان معه متوفرا أو كان قريبا منه فإنه لا يجوز له التيمم.